بلد الفرحة بتملى العين بنجاحها ست الحلوين نالت بعد التعب مناها وهو اسمها بين الناجحين اسمي هدى سهيل نعيم ميالة مدرسة الصناعة نابلس تخصص اقتصاد منزلي تجميل المعدل 94.1 كانت الحمد لله شوي منيحة يعني والأهل ما شاء الله كانوا في ظهري ومعي أول المعلمات الحمد لله كانوا مناح وما بيعملوك أنك طالبة كأنهم صديقات معك أنا استغربت كثير ما كنت متوقع حالك تكون معدلي بس الحمد لله يعني والتوكل على الله تعالى أو سند الأهل صدمة وحماس كل شيء يعني كان كثير حلو الحمد لله رد الفعل كله كان مقبول المعدل في يعني مثلا تخصصات كمان بتخص البنات مثلا زي الحاسوب التجميل الأزياء هاي برضو يعني بتخص الجهتين فبقدر أي طرف إنه فيها أو يدخلها أو يتعلمها كثير كمان حلو يعني وغير عن التخصص الثانية وإنه يعني ما حدا بعرف عنها كثير بس إنه كثير طموحة أول إشي للشهداء كان اليوم في شهيد في المساكن رحمة الله على الشهداء بعدين لأهلي اللي وقفوا معي وساندوني وهيك ولله طبعا بعد الحمد لله رب العالمين أول شيء نحمد رب العالمين على هذا النجاح طبعا يعني بنتي هدى هذا النجاح اللي حققته حقيقة اسمحوا لي ان هذا النجاح الى شهداء شعبنا الفلسطيني وتحديدا الى شهداء محافظة نابلس وجنين وايضا هذا النجاح يهدي ايضا الى اصلنا البواسل الفرحة كانت كثير كبيرة بصراحة تفاجأنا يعني هدى كانت تجتهد وكانت تدرس وكانت تواصل ليل في النهار وهي مجدية ومجتهدة ولكن بصراحة انه هذا المعدل اللي حصلت عليه يعني حقيقة فاجأها رغم انه يعني في لها اخت اكبر منها حققت اعلى من هذا المعدل الحمد لله رب العالمين اجواء كثير حلوة وبنشكر كل القائمين على انجاز هذه الامتحانات وزارة التربية والتعليم واساتذة ومعلمات المدرسة اللي درست هدى وايضا حقيقة كانت فرحة كبيرة وبنهني كل الناجحين في امتحان الثانوية العامة نتمنى إن شاء الله تعالى اللي ما حلفهم الحظ أيضا إنه في المستقبل إن شاء الله يكون حلفهم نجاح